كان يا مكان في قديم الزمان ليلى والذئب وكان وطن ما بين النهران كان من أجمل الأوطان في شاعر وأديب وفنان وكان الرصافي والسياب والجواهري وابن حيان كان يقرأ الكتب قبل أن تكتب في مصر وتطبع في لبنان قتله أولاده الحفيان من أجل التاج والصولجان فألقي القبض عليهم ورموهم خلف القضبان فاتفقوا مع السجان أن يشاركوه الميراث بالميزان على أن يكونوا شاهد عيان وأن يشهدوا في المحكمة إنهم أبرياء وإن القاتل هو جنكيز خان وإن القاتل هو جنكيز خان.